ومتابعة لهذا الحدث الاقتصادي الهام الذي تشهده مملكة البحرين غدا، معرض البحرين الدولي للطيران، معنا على الهاتف سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير الاتصالات والمواصلات. سعادة الوزير، أهلا وسهلا بك. بداية، وقفتم اليوم على آخر التحضيرات لانطلاقة معرض البحرين الدولي، ما هي استعداداتكم لهذا الحدث الاقتصادي الهام غدا وكيف وجدتم التحضيرات؟ طبعا احنا جدا سعيدين باستضافة معرض البحرين الدولي للطيران في نسخة الرابعة برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك الفدة. الحمد لله الاستعدادات ممتازة ومستمرة إلى الآن للتأكد من أن جميع الأمور التنظيمية متطورة وتكون في أحسن حالاتها، وإن شاء الله ينال استحسان الجميع خاصة الشركات المشاركة والوفود المدنية والعسكرية الزائرة للبحرين. فإن شاء الله نتمنى أن يكون ينال استحسان الجميع. نعم سعادة الوزير، توقعاتكم بالنسبة للحضور هذه السنة كبيرة، بداية بالنسبة للشركات وعدد الدول التي ستشارك، مقارنة بالسنة الماضية كيف تجدون المشاركة هذه السنة وما الذي يميز معرض هذا العام؟ والله الحمد لله معرض البحرين الدولي للطيران يعني من النسخة الأولى إلى النسخة الرابعة وفي تطور مستمر. أقدر أقول أن النسخة الرابعة اللي بتبتدي إن شاء الله بكرة ما في شك أنها بتكون الأكبر والأفضل على جميع المقاييس. دائما يعني معارض الطيران يقيسونها على ضوء مؤشرات معينه مثل مؤشر عدد الشركات المشاركه اللي بيكون مثل ما جاء في تقريركم بيكون اكبر بكثير من السابق. ايضا الوفود المدنيه والعسكريه المشاركه الحمد لله بيكون عندنا اكثر من 75 وفد مدني وعسكري رسمي مشاركين، غير طبعا الشركات اللي تزور الايام خلال ايام المعرض. الحمد لله ايضا مساحه العرض اللي كانت موجوده في السابق زادت الان الى تقريبا 50% عن مساحه العرض الموجوده في السابق. فالحمد عدد الطائرات المشاركه اكثر، نوعيه وجوده الشركات وتمثيلها لجميع انحاء العالم، هذه كلها اعتقد مؤشرات تبين ان المعرض ان شاء الله بيكون ناجح وبيكون اكبر. نعم. ان شاء الله واحسن من المعارض السابقه. نعم سعادة الوزير، بالنظر الى كل هذه المؤشرات التي تحدثتم عنها سواء من ناحيه عدد الشركات والوفود وكذلك عدد الدول، ما هي توقعاتكم بالنسبه للمردود الاقتصادي لهذا المعرض هذه السنه؟ ما في شك ان للمعارض او الفعاليات العالميه اللي مثل معرض البحرين للطيران وغيرها لها مردود اقتصادي سواء كان مباشر او غير مباشر. المردود المباشر ما في شك انه هو يتمثل في العائدات والايرادات اللي راح نحصلها المنظمين، نحن المنظمين من الشركات المشاركه والوفود المشاركه، طبعا هذه اللي ختم مشاركتها تكون ايضا يكون لها عائد مالي، بالاضافه الى العائد المالي المباشر حق القطاع التجاري سواء كانت فنادق، شركات نقل، تاجير سيارات، مطاعم، شركات اغذيه، شركات مختلفه، فالكل اعتقد راح يستفيد من وجود هذا العدد الهائل من الزوار في البحرين. تقريبا نتوقع احنا 30,000 زائر خلال ايام المعرض الثلاثه المعرض التجاري، فهذا لان كلهم راح طبعا يضخون في الاقتصاد الوطني. وان شاء الله بعد الانتهاء من هذا المعرض راح نقوم بدراسه عشان نحصل بدقه التاثير المالي والاقتصادي للمعرض. طبعا ايضا هناك تاثيرات اهم واكثر هي تسويق ترويج المملكه. طبعا هذه الدول والمشاركه والشركات راح تشوف وتجي البحرين وراح تشوف مزايا البيئه الاستثماريه في البحرين، راح تشوف البنيه التحتيه للبحرين وتبين لها ان البحرين هي البوابه الاولى لدخول السوق الخليجي. فاعتقد هذا لها ايجابيات كثيره، بالاضافه الى ان التكنولوجيا اللي راح تتوفر من خلال المعرض، جميع هذه الشركات توفر تكنولوجيا متطوره، وبيكون ما في شك ان احنا الشركات البحرينيه او ان الشركات العامله في البحرين او حتى المؤسسات الحكوميه أنها تطلع على هذه التكنولوجيا وأحدث التطورات بيكون أيضا لعائد يمكن غير مباشر للمعرض. سؤال أخير سعادة الوزير، يعني نتحدث عن ما سيميز المعرض هذا العام من حيث العروض التي سيتمتع بها دون شك الجمهور الذي سيزور هذا المعرض وحجم الزوار المتوقع. يعني ما في شك أن من أهم اللي يميز معرض البحرين الدولي أن العروض الجوية اللي تكون موجودة فيه من مختلف الفرق، وإن شاء الله إحنا نعد الجمهور إن شاء الله راح يستمتع فيها. بيكون في عروض جدا جيدة ومدتها تقريبا طويلة من الساعة 1 يوميا إلى الساعة 4، وهذا يمكن من أكثر الفترات أو مدد اللي موجودة في المعارض الدولية إحنا نتأكد أنها تكون موجودة في معرض البحرين الدولي للطيران. طبعا العدد المشاركين نتوقع احنا يكون في الجانب التجاري للمعرض بيكون حوالي 30,000، وايضا احنا مثل ما تعرفين ان احنا
بالإضافة إلى المعرض التجاري على توجيه من سمو الشيخ عبد الله بن حمد رئيس لجنة المنظمة، أيضا احنا ننظم فعاليات للعائلات البحرينية على الجانب الآخر من المعرض الطيران التجاري. نتوقع أن يكون في تقريبا 12 ألف زائر يوميا، أي ما يعادل أكثر من 30 ألف. أيضا نتأكد من أن العائلات البحرينية والمقيمين يستفيدون ويستمتعون بعدة فعاليات راح نوفرها إن شاء الله خلال فترة 3 أيام القادمة. فمو بس أن الشركات تعمل وتستفيد من المعرض البحريني لدولة الطيران، ولكن تأكدنا أيضا أن المقيمين والعائلات البحرينية أيضا تستمتع بهذه العروض وبعدة فعاليات أخرى إن شاء الله خلال 3 أيام القادمة إن شاء الله. سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير الاتصالات والمواصلات، شكرا جزيلا لكم.